واتسون ام تي في امبارح على شاشه الام تي في تبعتوا حلقه جديده من العشق الاسود، ومع تطورات قصه حب عمر والان يلي عم تتطور وصار في تقارب كثير كبير بيناتهم، وقصه الحب عم تكبر ولكن كمان المشاكل عم تكبر، ونشوف الظروف المحيطه كيف رح تاثر على هالعلاقه. خلينا نحضر سوا. بعرف إنه ذنبي كبير، وأنا ما حطيتكم غير الوجع والعذاب، وقد ما حاولت مستحيل عوضكم عن اللي راح، بس صدقوني أنا كتير ندمان. ابني كبر قدامي وهو عم يكرهني، وطبعا ما بقدر لومه لأنه أنا اللي نزعت حياته بإيدي. أغلاطي كبيرة وكتيرة وما لا أي عذر ولا أي مبرر. الشي اللي بشجع إنه أخيراً سمعت هالحكي منك حتى لو كان كذب. وطبعاً أنا ما رح لكم انسوا الماضي وخلونا نفتح صفحة جديدة سوا، لأنه بعرف مستحيل شوية حكي يقدر يعوض عن كل هالسنين، بس بدي منكم تعطوني فرصة تانية، فرصة مشان حاول عوضكم عقد ما بقدر، واثبت لك إنه أنا كتير ندمان وإنه تغيرت. الحلقة الماضية كمان إلين خبرت أصالة أنه منا حامل، وماتين ووالدته وطاهر بمنزل واحد، وطاهر يدعي أنه كتير ندمان على كل اللي عمله. أما بالحلقة الجاية فرح يكمل طاهر بمخططه ورح يطلب الصلحة من ابنه ماتين، لنشوف كمان قدي العلاقة بين مراد وروشان ممكن أنه تتطور، وكمان نشوف أصالة كيف رح يكون يعني وضعه بعد ما عرفت بيه الحقيقة. خلينا نشوف. طمني شو صار معك، قدرت تلاقي روشان؟ رحت أنا وياسر على الجامعة بس ما داوموا اليوم، واتصل فيهم رفيقهم وقالوا له إنه هن رايحين على السينما اليوم. ألف الحمد لله يا رب. آسفة وقفتك على الباب، تفضل. أنا شو كنت عم قلك من شوي؟ لحتى تعرفي، بعدين أنا متأكدة وواثقة إنه مراد عم يعمل المستحيل ليضل معها لروشان، وأكيد لعب بعقله وخلاها تحضر فيلمين ثلاثة ليضل معها. تركتي الصوص؟ نسيته على الغاز. طب يعني ما عاد تعرفي إنه أنا ما خرجت ضل بالمطبخ؟ ولسه واقفة هون، روحي بيكون هلا احترق وانتزع كل شغلي. ما بيحترق لأني طفيت الغاز. الهبلة دغري بتصدق وبتضوج. أصالة عجبتني هاي القصة. هاها كتير مهضومين. تركنا لك الهضامة، أنا ما عاد دخلني، شوفي شو بدك تساوي بالمطبخ. باي محقق كونان. باي انت رايقة ومبسوطة. عم تحاول تخبي عنه. أما الساعة 9:30 بهيدا حكي عادل كرم بيستضيف النجمة رويدة عطية والأخوات عبد العزيز، وأكيد رح نمضي برفقة عادل كرم مثل العادة، أوقات ممتعة مسلية وبتفش الخلق كمان مثل العادة. بنعمل جولة على كل شيء عم يصير بلبنان وبالعالم بطريقة يعني مختلفة مع عادل كرم، ومثل كل تلاتة من مضي برفقته أوقات ممتعة بحلقة هيدا حكي. بالموسم الأول كسر الأرض، بالموسم الثاني كسر الشاشات. دخلك مش مكبرينه من كتير هو؟ وهلأ عم بكسر. حاش تكسر الله يرضى عليك. هيدا حكي مع عادل كرم. اخترنا يا قرعة، يا كبير يا صغير، كيف بيقروا العالم هاي؟ وضيوف هالحلقة النجمة رويدة عطية وعبد العزيز سيسترز. اوه يا معلم، الليلة 9:30 على الام تي في. طب انا وين بوقف؟ هايجين ليكويد سوب، ضمانة نظافة الايدين من الاوساخ والميكروبات. قوة تحدي السجاد عن سوليت من 50 ل 70%. سوليت ذا سيل.
أما نهار الأحد فتابعتوا سيليبرتي دويتس، وأكيد رح تابعوه كل أحد على شاشة الام تي في. 13 نجم عم يجتمعوا كل أحد عبر الام تي في بديو المشاهير ليتنافسوا أسبوعيا بالغناء إلى جانب أهم النجوم المحترفين، والهدف هو الحصول على جوائز مالية تصاعدية ومنحة بعدين للجمعيات اللي بيكون النجم هو اختاره. وعند نهاية كل ديو غنائي تبدي لجنة التحكيم رأيها بالغناء. وطبعا بما أنه مبدئيا النجوم يلي عم يشتركوا هن النجوم منهم محترفين الغناء، بتكون الأجواء ممتعة. الفنان أسامة الرحباني، الملحن طارق أبو جودي، والإعلامي منى أبو حمزة بلجنة التحكيم. أما الاستبعاد فيقع على عاتق الجمهور وحده. خلينا نشوف أجواء سيليبرتي دويتس، خاصة أنه بالحلقة الماضية كان في أجواء كتير حلوة. خلينا نبدأ مع رولا شمية وسارة الهاني بديو غريبة الوحي. هواهم جلاب البلاء، هواهم وغلبت يا قلبي أنا وقل لك بلا. عشقنا عيوني بالهوى بلاهم، هل خان الهوى يا قلب ما يسعده. مهلك يا قلبي عليك، نفسي وعزيزة عليك. هجرانا طول سني لا تنحني ما ينفع. مهلك يا قلبي عليك، شوف انت عزيزة عليك. هجرانا طول سني لا تنحني ما ينفع. قلبي تحول بعد طول، ارحمني وانسى الهوى. غريبة روحي نسيت جروحي وعذاب العشت معاك. شو جنى عيونك عذاب دونك حنينة ردائنا. غريبة روحي نسيت جروحي وعذاب العشت معاك. شو يعني ولا مره كان النشيز محبب هالقد بديو المشاهير. مع رولا النشيز كان كثير محبب والاجواء كان كثير حلوه. لما بيطلع كل حال هالقد صوت قوي بنعطي الهم النجوم المشاركين كمان كيف بدهم يقدروا يكونوا عم يتماشوا مع صوت مثل صوت ساره الهاني. اما الفيديو الثاني اللي رح نشوفه هو ديو مصريه بين ماليسا وادوار. هادي مش عادية، أحلى من القمر شوية، وهي طبعها شرقية وبسيطة لكن عنادية. ضحكت هادي مش عادية، أحلى من القمر شوية، هي طبعها شرقية بسيطة لكن عنادية. مصرية مية مية، حلوة زي الشمس مية، بتهد الدنيا دي شوية. مصرية مية مية، بنت النيل الفرعونية، فيها كل الحنية ويا جمال اللبنانية. بتهد الدنيا دي لما تتدلع شوية. مصرية مية مية، بنت النيل الفرعونية، فيها كل الحنية ويا جمال اللبنانية. بحر اسكندرية وسمار السعودية ودلال المغربية. أجواء ممتعة، أدوار أخذها جد على القليلة. بس إذا انتقلنا هلأ كمان لتوني عيسى يلي يعني منتظرين منه كتير الهيئة لجنة الحكام وعم يدفشوا للأمام. خلينا نشوف الديو يلي صار مبارح بينه وبين الفنان ميشيل أزي، نوينا على الجازي، نوينا هالأغنية يلي يعني فيها كتير من هيك القوة ومن الروح الرجولية. خلينا نشوف كيف كانت.
عجاز نوينا قلنا الله بيهدينا نوينا عجاز نوينا قلنا الله بيهدينا ولما صفينا النية حبينا الصبية لما صفينا النية حبينا الصبية أو ما عاد حدا يا أخي ما عاد حدا ما حدا أو ما عاد حدا ولك ما حدا ما عاد حدا أنا ما حدا ما عاد حدا يعطينا 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 لك قالوا هالشب ملعب قلبه أوسع من ملعب قلبه أوسع من ملعب قلبه أوسع من ملعب قالوا هالشب ملعب قلبه أوسع من ملعب قلبه أوسع من ملعب قلبه أوسع من ملعب أنا عطيوني صفر مكعب لما قلنا وهدينا عطيوني صفر مكعب لما قلنا وهدينا ما عاد حدا يعطينا 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 نوينا قلنا الله بيهدينا سيلبرتي دواتس نهار الأحد بعد الأخبار أكيد رح تتابعوا تتابعوا مع النجوم كيف عم يتطوروا من حلقة لحلقة أما هلا واقفين بنكون مع فاميلي خليكم معنا.